تعال يا عبد الرحمن تعال. ما راح نخلص يا عبد الرحمن. انا اقول لو ما في مسابقه الطاقيه هذه بركات مسابقه الطاقيه في المحكم. يلا حق بركات. يلا يا يلا سيدي القاضي. اخلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. حياك الله وبياك واجعل الجنه مأوانا ومأواك. اهلا بعودتك وبالانجليزي ويلكم باك سيدي القاضي. ما بعد، الشخص المثل امامك عبد الرحمن الكليب قائد فقره الطاقيه. الشخص هذا وش القضيه؟ لو يرجعون انت مشكلتك ضايع انت. ظهور المثل الشعبي على الشاشه. نعم نعم، كان عبد الله الفريدي امام الشاشه وكان في مثل يمثله لاخويا. طيب فظهر المثل على الشاشه وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. طيب وسكت هذا المثل امامك ولم يقل حرف. فاعرف المثل اخويا ظهر ظهر وعرفوه يعني. نعم. يلا ورونا يا شباب الشاشه كيف يظهر عليها. لا في اسئله هنا موجوده. اوكي اذا احتفلتوا يلا كثير غن كثير باعوني ارسل لي عليه المثل يا شباب اعطوني اياه. قطع الشاشة. طيب دقيقة دقيقة. سيارة اصعب من المخاض. واضح؟ طيب. يلا الان على الشاشه حيبدا الوقت. يلا عيال واضح جدا واضح. واحد لا بدون تحريك في الفم. يلا واحد اثنين ثلاثه. كم كلمه؟ اربع كلمات. كم كلمه؟ عصفور عصفورين. ابو سلطان بس انت لاحظت انه في المقطع في بلاك. البلاك هذا تعليق السي جي طبعا في المثل الشعبي. لا البلاك هذا في المقطع عندنا في الامثال الشعبيه تظهر للمشاهد ولا تظهر للمتسابقين. هلا تمام، فقط في الامثله الشعبيه. ويجيني طبعا المتسابق وجاني عبد الله، وحتى انا اساسا المثل هذا كان في مثل عندنا يعني مو كويس فغيرناه مباشره. فجالس انا اكتب المثل اللي يعطوني اياه ايش الاداره على بال ما الاعداد على بال ما رتبوه في السي جي. فاساسا ما في دليل واضح يبين انه طلع على الشاشه الداخليه. المفترض هو لو في دليل كان جاب الشاشه الداخليه اللي موجوده طلع عليها. اوريدي هو طالع على الشاشه الخارجيه. لا لا بس هم قالوا الشباب اطلع على الشاشه. لا لا هو سيد القاضي ما في دليل واضح. سيد القاضي اما بعد، الشخص الماثل امامك يقول انه ما طلع. وعبد الله الفريدي هو واقف بجنب الـ 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 البوديوم كان يقول طلع على الشاشه. طلع على الشاشه يعني عبد الله الفريدي اوريدي هو يطلع. انا يا سيد القاضي انا ابغى اخذ حقي من الكلام. رجع لا تقاطعني. من عرف منو الفريدي؟ شلون عرف؟ لا تقاطعني. عبد الله الفريدي انا اعطيه اياه في الورق عشان يمثل. ابغى اتكلم سيد القاضي. طيب خلينا نسمع من نايف. يلا عبد الله الفريدي من الامان والامن والايمان اللي فيه ما رضى انه يغش، وانت قائد الفقره رضيت. خلص قال طلع المثل امامك وانت يوم سمعت رفعت الورقه وكانك ما تشوف مشغول. سلطان بس طيب. حتى لابد يكون في تدقيق في هذا الموضوع قبل الحكم. عبد الله الفريدي قال ما طلع على الشاشه الداخليه. انا ما ادري عن نيته ولكن قال ما طلع على الشاشه. المخرج كان عندكم عباده؟ لا شفت اللي قبل. من اللي معك من اساسا مباشره؟ في احد في الكنترول يا شباب من الشباب الموجودين وقتها؟ سلطان دايركت. لحظه لحظه بالله، من اللي كان موجود؟ راشد. لو طلع على الشاشه عند الشباب ولا لا؟ طلع سمعوا صوت الكاشه و ايوه تظهر الصوت بس فقط. القاضي فقط الصوت يظهر عشان انا ابدا. خلي في ذمتك يا راشد. ها لا لا في ذمتك. اسمع يا سيد القاضي اسمع في ذمتك. في اعرف اساسا يا ابو سلطان دقيقه بس. اساسا لو طلع مباشره احنا بنغير الامثال. الامثال ما شاء الله على قفا من يشيل عندنا. سيد القاضي بالله عد المقطع وركز لي على عين. اي بس هم سمعوا صوت حق الكاشه لكن ما بين المثل. هذا الصوت دايركت يطلع عشان اعرف انه عشان اقول له دقيقه يا مش ركز لي على عين. لحظه وعلى عين خلف القحطاني برضه هو يطلع. برجع للفريدي. انا اعرف راعي امانه بصراحه. شفته على الشاشه ولا لا؟ حطيتها بالامانه. اي والله صوت والله كصوت يعني دامك حلفت ما بين على لا صوت لانه يطلع صوت سمع
ايه هذا طلع عند اقصد المشاهدين يعني. ابو سلطان حتى نختصر الموضوع هذا، انا ما اقدر اقول نفذ يا الفلان الا لما يطلع الصوت. طيب عبد الرحمن انت تكسب القضيه ضد ابو سلطان صفقه جماعه الخير، صفقه يا سيد الغاضي. طيب يلا تعال انت وبشتك يا ابن الحلال تعال. طيب قضيه الشباب اللي هم خلف القحطاني ورشيد